السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس بخير. كنتمنى تكونوا في صحه جيده وانتم كتفرجوا في هذا الفيديو في حلقه اخرى من حلقات الام دي سي اون كارز. طبيعة الحال انا تعطلت عليكم في الفيديوهات في اليوتيوب، ولكن انا دائما كندير لايفات. ديما انايا كنسير يوتيوب كنسير فيسبوك في اللايفات ديالي. الناس اللي متبعيني دائما كيعرفوا بان انا عندي دائما واحد الحب ديال السيارات الكهربائيه والسيارات الهيدروجينيه وحتى السيارات ذاتيه السياقه. وانا دائما ما كنفرق ما بين متعه السياقه وما بين السيارة وفعالية السياقة. جوج ديال الحوايج اللي مختلفين، ولكن السيارات الذاتية السياقة هي واحد السيارات اللي عبارة عن سيارات مبرمجة على الأخلاقيات وعلى ليتيك وعلى 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 وداك الشيء الفلسفي. وهذاك اللي كيبرمجها دائما ما كيتحط دائما أمام واحد المشكل عويص. شنو هو داك المشكل؟ هو اللي نناقشوا معكم في هذه الحلقة. ما تمشيوش بعيد، خليكم معنا. السيارات الذاتية السياقة ولا اللي كتسمى اوتونوم فواتور، هذوك السيارات اللي كيسوقوا راسهم براسهم وسط المدينة ولا حتى خارج المدينة، هذا واحد الواقع اللي ولا لابد منه بالنسبة للشركات. الشركة ديال رونو عبرت عن الرغبة ديالها في انها تدخل اول سيارة ذاتية السياقة في سنة 2020 وحتى فورد في سنة 2021. اما بالنسبة للشركات الاخرى فهذاك الواقع راه ولا ديجا كاين بالنسبة للبي ام دبليو ولا حتى بالنسبة للفولفو ولا حتى بالنسبة للشركة ديال تيسلا. ولكن دائما هذه الخدمة هذه راه مازال ماشي مفعالة، ودائما كيبغي السائق انه يكون حاط يديه فوق الفولون، يعني هي كتاجوستي، يعني كتقاد المسار اللي كتكون غادية فيه السيارة. ومؤخرا راه حنا شفنا بانه حتى فولفو راه خرجات ديالها في السيارات ديال اوبر، وحتى مرسيدس حتى هي خرجات السيارات ديالها اللي تا هما تيستعملوا عند بعض الشركات. دابا بالنسبة للدول، المشكل هو ان هاد السيارات هادي ذاتية السياقة الى خرجت للواقع، الى قدر الله هاد السيارة هادي دارت شي خطأ، ولا هاد السيارة هادي قتلات شي واحد، لا هاد السيارة هادي ضربات شي واحد، لا هاد السيارة هادي دازت في الضوء الاحمر في بلاصة ما تدوز في الضوء الاخضر، شكون هو الشخص اللي هيتحاسب في حين ان هاد السيارة هادي سايقة راسها براسها؟ حنا ملي كنهضرو على القانون، ملي كنهضرو على الخطأ، وملي كنهضرو على العقاب، راه حنا كنهضرو على الوعي، يعني كنهضروا على الشخصيه، كنهضروا على الذات ديال الانسان بلا ما نتعمقوا بزاف في الفلسفه. هذا هو القانون، القانون كيعاقب شي واحد اللي هو واعي بالفعل اللي دارو. واش ملي كنهضروا على السياره ذاتيه السياقه، واش حنا كنهضروا على المبرمج اللي هو واعي بالذات ديالو اللي هو برمج ديك السياره هو اللي خصو يتحاسب، ولا السائق اللي جالس حدا ديك السياره واللي خلاها ترتكب داك الفعل، ولا السياره بحد ذاتها خصها تمشي للفوريان والدكدك؟ كل سؤال من هذه الاسئله اللي طرحت كل واحد فيهم خاصنا ليه حلقه خاصه باش اننا نناقشوا من المنظور الفلسفي ومن المنظور القانوني والى اخره الى اخره الى اخره. ولكن كي داكشي كامل وانا ما ناخذ منه حتى شي حاجه، انا نحط لكم واحد الاشكاليه اللي نتوما براسكم الا كنتو كمبرمجين ديال هذه السياره هذه، كيفاش هتتعاملوا مع هذه القضيه هذه، وكيفاش هتبرمجوا السياره اللي هتكون ديالكم. اولا باش نتفاهموا، راه 96% من الحوادث ديال السير اللي كتجرى في الطريق ما كتكونش بسبب ان السياره خاسره، ولا بسبب ان الطريق خايبه، ولا بسبب ان الحفاري كاينين في الطريق ولا شي حاجه. لا، جميع الحوادث السير اللي كتجرى في المغرب راه 96% بالنسبه بديك الحوادث راه كيديروا الناس سواحين تناعس، سواحين سكران، سواحين مبوق، سواحين ما تيشوفش، ولا كان مضرب هو المراه ديالو، ولا كان معاير هو ولادو، ولا كان كيدير شي حاجه اللي ما خلاتوش انه يركز في الشانطي وانه يرتكب داك الحادث لا قدر الله. وبالتالي كيف ما كانت هذه السياره هذه اللي تقدر توقع لها هذه الحادثه اللي دابا انا وياكم غنناقشوها، ما هو الا حادث واحد من اصل بزاف ديال الاخطاء اللي كيرتكبهم الانسان. دابا حاليا واش حنا غنبقاو نتسناو حتى هذه السياره هذه تولي بارفي 100%، ولا غنخدموا هذه السياره حيت هي احسن من الانسان 96%؟ هنايا كنبداو نطرحوا هذا السؤال الاشكالي، علاش حنا محتاجين الانسان في حين ان السياره ممكن انها تنقص علينا حوادث السير بنسبه ديال 96%؟ دابا وجدوا معايا راسكم، الا كنتي غادي مثلا في واحد السياره، هذيك السياره ذاتيه السياقه انت ما سايقهاش، تقطعوا ليها الفرانات ولا خسروا ليها الفرانات ولا جرى ليها شي حاجه اللي ما خلاتهاش باقي كتفراني، المهم السياره باقا غاديه، السياره عرفت راسها بانه ما تقدش تفراني، ولا عندها واحد نقولوا واحد عندها واحد الوعي بروغرامي ولا شي حاجه بحال هكا، صافي غاديه في الطريق ما يمكنش ليها غادي في الطريق، يعني صافي الفران تقطع خاصها تمشي حتى يتقاد لها ليسانس ولا يتقاد لها المازوت ولا يتقاد لها الضو ولا يتقاد لها الهيدروجين باش انها توقف. غادي في الطريق ديالها دايزين في الباساج دايز
واحد السيد غادي قدام قطع وواحد ثلاثه قاطعين من الجهه الاخرى. دابا المشكله هو ان هاد السياره هادي مايمكنش ليها تفراني، مايمكن ليها دير حتى شي حاجه. واش هاد دخل في داك الراجل اللي عليه من قد قتل واحد، ولا هاد دخل في هذوك الرجال اللي على اليسار وهاد قتل ثلاثه؟ مجموعه من الناس اللي سولوهم بطبيعه الحال، حنا بلا ما نمشيو من مذهب ديال كانط ولا مذهب ديال الفلاسفه الاخرين ونقولوا بانه ما خاصش انك تعمد القتل، وبالتالي الا هذه السياره دي اختارت انها تقتل واحد راه تعمدت قتل واحد، والا اختارت تقتل انا نمشيو هي بطريقه سهله وهنقولوا هذه السياره هذه هتقتل واحد. علاش هتقتل واحد؟ لانه خاصها تقتل واحد في بلاصه ما تقتل ثلاثه، وبالتالي حنا دائما كبشر كنميلوا اننا نعيشوا اكثر عدد ممكن. اجي ندخلوك حتى انت هذه المره في المعادله، هنديروا واحد لحيط علي من هاد السيارة هادي ممكن انها تقتل واحد ولا تقتل ثلاثة ولا تدخل فيك انت في ذاك الحيط وهتخسر الطوموبيلة وهتموت انت. معظم الناس اللي سولوهم في الميريكان على هاد السؤال هذا، ودابا انت حبس الفيديو وسير جاوبنا لتحت وكتب لينا اشنو ممكن تدير في هاد الحالة. معظم الناس اللي سولوهم على شي تجاوبوا قال لي لا هاد السيارة هادي ما خاصهاش تقتلني انا، هاد السيارة هادي خاصها تحميني انا. هزوا نفس السؤال وطرحوه على المصنعين الكبار بلا ما نقول السميات ديال الشركات اللي كيصنعوا هاد السيارات. واحد الشركه اللي معروفه وما نقولش السميه ديالها، شنو جاوب المدير ديالها؟ قال لها السياره مصممه لكي تحمي سائقها. مزيان، انا بالنسبه لي كسائق انا خاصني نخسر السياره اللي كتحميني انا. وبطبيعه الحال هذا المدير هذا برافو ليه، لا اجرى ليه واحد الموجه ردت فعل، ولا جرت لي واحد الموجه ديال ردت الفعل خايبه من طرف الاعلام الامريكي ولا من طرف الاعلام الالماني. انا درت نقرب لكم شويه اللي قالوا لي هذه الهضره قلتي خايبه وهذه الهضره انانيه، في حين ان هذه السياره اللي ممكن انها تحمي السائق ديالها باش تقتلنا بورتوكي هذه واحد السياره اللي هي انانيه وما خصهاش تكون. عرفتي شنو جاوبوا الناس؟ الناس قال لك بالنسبه ليا نختار السياره اللي كتحميني، وبالنسبه للناس الاخرين نختار السياره اللي كتقتل السائق ديالها، باش تعرفوا الانانيه ديال الانسان فين كتوصل. دابا جي نزيدكم واحد الحاله اخرى، الا كنتي غادي في الطريق وجوج ديال الشرف غاديين على اليسار يعني زون دي باسي 100 عام، واحد الوليد صغير يلاه في عمره 3 سنين حتى هو قاطع الشنطي، السياره شكون هتقتل؟ واش داك اللي الامد ديال الحياه ديالو بالنسبه للبشر راه قرب ينتهي، ولا هذاك السيد ديك الوليد الصغير اللي باقي قدامه الحياه انه خاصو يعيش؟ راه بزاف ديال الاحتمالات. نتوما لو جو ملي يجيكم هتشوفوا انه بزاف ديال الاحتمالات اللي كتوضع امام البروغرامور ديال هاد السياره، ولكن هاد الحاله هادي ما هي الا واحد الاستثناء اللي ممكن انه يجرى واحد ماشي في الالف، مئة الف، لانه دابا حاليا بشحال هادي بقينا سمعنا المشكل ديال الفرانات في السيارات اللي كيجراو شي حاجه باش ان هاد السياره هادي ما تقدش تفراني ما تقدش انها دير. ولكن بالنسبه لي انايا شنو هو الحل اللي في نظركم؟ بالنسبه لكم انتم شنو هو الحل اللي في نظركم ممكن انه ديروا هاد السياره هادي هاد الاوتونوم هاد السياره الاوتونوم؟ واش انها تقتل واحد؟ واش انها تقتل ثلاثه؟ اجي الا كان هذاك السيد اللي قاطع طبيب وهذوك الجوج ما طبا ما والو مجرمين، واش هتقتل داك الطبيب ولا تقتل دوك جوج ديال المجرمين؟ راه اسئله، راه بزاف ديال الاسئله اللي خاصكم تتعاملوا معها في هذه الحاله هذه. المهم هذا هو السؤال الاشكالي اللي كيتطرح دابا حاليا على السيارات ذات السياقه. هندوزو للفقره الثالثه اللي هي جاوبكم على الاسئله اللي طرحتوا لي انا، راه ما نسيتوهمش ما تخافوش. كنت طرحت لكم في اليوتيوب انكم تعطوني الاسئله اللي بغيتوني انني نجاوب عليها، وكنتو جاوبتوني على الاسئله وكنتو طرحتوا عليا شي اسئله. كل مره كل واحد كيطرح السؤال الاول من علي الدامي، نقدر نرفع 400 500؟ اسمح لي السؤال ديالك رانا ما فهمتوش. سلام خويا، بغيت نسولك على يونغ كايرون ولا ريكستون 5 يونغ؟ هذه كايرون ريكستون فيهم 8 ديال الخير وكذلك الثمن والسيمبول، الثمن والسيمبول ما فهمتش. السيمبول مزيان راه تيقول تعاودوا عليها، راه جزائريين راه خدامين بها. ومني كنسولني شي دراري في الجزائر اللي كيديروا هاد تا هما تيست درايف ديال الطوموبيل يقول لك ودي راه جاري لها بحال لوغان عندكم في المغرب. بالنسبه للريكستون انا راه ما تنزعمش عليها، والاخرى راه ما عمري ما جربتها. بغيت نسولك على بيجو 207 اسانس موديل 2006، اش بغيتي تسولني اخويا؟ انا بالزروق مرحبا بك. بغيت نسولك على بيجو 207 اسانس موديل 2006 علي الزروق خويا. بيجو 207 من فوق 2006 راه مزيانه بطبيعه الحال، والاسانس فيها راه تا هو مخير. سلام خويا، انا بغيت ناخذ الطوموبيل باش نطلق فيها يدي. هذا السيب خير ناديه، بالخير ناديه. سلام خويا، انا بغيت ناخذ الطوموبيل باش نطلق فيها يدي باش نصحني عندي 400 مليون. شكرا كنستافد منك بزاف اختي. انا خصني نعرفك واش انت عندك الوليدات، واش عندك مالين الدار؟ خصني نعرف واش بغيتها ايسانس، شحال عندك من كيلومتر في الطريق؟ المهم ويا غالبا الا بغيتيها ديزل خذي لك شي فيات باليو ولا شي فولكس فاجن 2. شنو هي افضل سياره اقتصاديه في المتوسطه؟ شنو هي افضل سياره عائليه؟
افضل سياره اقتصاديه بالنسبه ليا هي كيا كاريز، بالنسبه للناس اللي عندهم العائله وداكشي، وبالنسبه للفئه المتوسطه. الفئه المتوسطه كنت تاخذ كريزي، ممكن انك تاخذ عاوتاني الدوستر، ممكن انك تاخذ اوبل كروس لاندر، وممكن انك تاخذ كيا كاريز في القديم، هذا بالنسبه للعائله. وبالنسبه الى كنتي تحت من 10 مليون ممكن انك تاخذ داسيا لوغان ام 7. واش الجيد ديال الموتور كينقص؟ كينقص بطبيعه الحال الا كان فيه شي مشكل، ولكن مع السؤال هذا خصنا ليه ميكانيك. شكون يحسن، رونو كاتجر ولا نيسان كاشكاي؟ كاينه عندي كل وحده فيهم وباش مزيانه، ولكن انا كتعجبني رونو كاتجر بطبيعه الحال. بي ام دبليو 3 شحال تدير حاليا؟ شكرا. خصني نعرف اش من عام هاد البي ام دبليو اخويا. بغيت نسولك اخويا، انا تندير واحد الطراجي ديال 500 كيلومتر بار سيمين وباغي نشري شي طوموبيل، مي ما عرفتش واش ناخذ كاشكاي ولا تيكسون مانيوال. ممكن تعطيني كيكوز انفورماسيون؟ بطبيعه الحال تيكسون لاي واحد كيعرف السوق بان تيكسون راه احسن، راه واعره وراه زايده حتى في الفلوس زعما، هادي منطقيا راه باينه. بالنسبه للداسيا دوكر الا كان ممكن الثمن الحالي ديالها او المقارنه ديالها مع هذا الثمن الحالي ديالها تبدا من 18 مليون، وراه انا ضربت بها حتى انا في الشركه الاولى. صباش زوينه صافا، الدوبلو كتهز اكثر منها بطبيعه الحال، ولكن هي ديكور على الدوبلو. خويا بغيت نسولك، يا سينبو خويا بغيت نسولك على كيا بيكاتو، واش مزيانه لي فيديو؟ اذا بغيت ناخذها استعمل شنو الموديلات اللي نقدر. انا كنت ديت ناخذ يوم كانت ديما واحد كيا بيكاتو مزيانه، شنو الموديل تاخذ؟ خذ من فوق 2010 راه مزيانه، شي بنتك 4 وشي حاجه. الا عندك 16 مليون محطوطه ماشي كريدي، هاكر انسايد كريدي، شنو تشري بها في سيتادين؟ شي حاجه كونسومسيون مزيانه وفيها الصبر، باغي نكسب لاطول مده. واش من هنا وتجيب لي شي وحده لي دواني؟ واش من هنا ولا تجيب لي شي، تقدر تجيب لك شي وحده لي دواني، تجيب لك شي فورد فوكس بالمالا، تقدر تجيب لك الفيستا، تقدر تجيب لك شي فوز فاكن سات، تقدر تجيب لك البولو. انت راه عندك الاختيارات ديالك زعما مزيانه وعندك بزاف ما يدير. شنو الراي ديالك فورد فوكس مزيانه؟ انا ما عندي الراي ديال، انا الفورد فوكس انا من الانصار ديالها احسن. انا كتعجبني فوكس على الفيستا باش نتفاهموا. السلام عليكم، عندي داسير من 14 عندي فيها مشكل كيطيح لي قوي، هذا كنت جاوبتك في اللايف على ما اظن. خويا بغيت نشري السياره، ما عرفتش شنو اللي صلاح ليا، واش ديزل ولا بنزين؟ معايا كنقطع 50 كيلومتر يوميا ديزل بطبيعه الحال، فوغ ان بيجي اونتر 130 ألف درهم و 190 ألف درهم. لي ميور فواتور سبور هاتشباك، كاين بزاف، كاين الإيترونت، كاين الإيكارونت، كاين هاتشباك دونك الإيترونت، كاين عندك الجولف 7، عندك الجولف بولو، عندك أسيدي الفورد فوكس جديدة حيت 19 مليون كتبتي تما، كاين عندك بزاف ما يدار، عندك بزاف ديال الاختيارات. راه عرفتي باش نحصرهم ليك، هاجي شي شوية قاسحة. وحتى 19 مليون راه عندك عاوتاني سيات ليون جديدة، عندك سيات ليون جديدة، عندك سكودا، عندك بزاف ديال الاختيارات. عندك هي البي ام دبليو سيريات عاوتاني حتى هي شي في القديم، البي ام دبليو في القديم، وعندك المرسيدس تاهي كلاس ا في القديم، عندك تقريبا بزاف ديال الاختيارات. المهم من بعد غندير لكم عاوتاني كل سؤال من هاد الاسئله. مثلا السؤال الاخر هذا انا راه عجبني كفكره موضوع فيديو جاي، نقدر انني ندخل عليه ونقدر نجيب لكم شي هاتشباك سبور ان شاء الله في هاد البيدجي ما بين 130 الف درهم 190 الف درهم بالنسبه لانس الطاهري. كنشكركم بزاف على التعاون ديالكم، على البارطاج ديالكم، على جيم ديالكم، على ابوني ديالكم. كنتمنى منكم انكم تدعموا معنا اننا نوصلوا اكثر، اننا نزيدوا اكثر، واننا نوصلوا هذا الكونسيبت هذا اكثر. كان معكم احمد الامدسي في فيديو اخر من فيديوهات الامدسي اون كارز. سلام عليكم.